السلام عليكم، هذه العائلة الجزائرية نهار العيد. هذاك خونا اللي يصلي من العيد للعيد وينوض غير باش يدير فوتو مع ولاد الحومة يحطها في الفيسبوك وما يبانش حتى العشية تاع العيد. هذيك المخطوبة اللي تستنى غير وقتاش يلحق الفخذ تاعها. شوفوا هم جايين، هذا الخطيب خطيبيا والفخذ فخذيا، واحد ما ياكل منه. هذا الاب اللي مقلق بزاف بزاف، تقول راح يذبح طورو ماشي كيفاش. يا وين راهم السيوف والسكاكين؟ يا وجيبوا الحبال، وين راهم؟ يا وين راهم هذوك الشقورات؟ هذه الاخت تاعنا المعيافه. وشنو هذا الريحه، ريحه الدواره بوزلوف. هذه الام تجر مسكينه، شغل الدار كامل عليها بكمل تغسيل الدواره. شنو بوزلوف هذا؟ مازال حتى انا بوزلوف، انا اللي نزلفون نتزلف مع خيره. هادي غليت تستنى واحد من اهلها يجي يطلع عليها، مي بصح واحد ما يجي مسكينه. ربي معاكم.